السلام عليكم مشاهدي الكرام، هذه هي الكون اللي طيبته، ان شاء الله تجربوه وانتم بخير على خير بالصحه والهنا. هذيك لا بوري محمره في الفران، وهذه خيزو صوتي، ان شاء الله تجربوا هذه الوجبه راه كتجي زوينه. وهذه زعلوك بدانون ناتور، هذيك شليده كما كنبغيو دائما نديروا معها شويه ديال الديسير. وهذه لاصوص تاع الكون، انا صفيتها من داك الثومه والمعدنوس اللي كان فيها وخليتها هكذا. ان شاء الله تجربوا هذه الوجبه. السلام عليكم مشاهدي الكرام من قناه غداتي كل يوم، كنحييكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم عندي هذا الكون، غادي نطيبو بالثومه والمعدنوس، غادي نديرو يتقلى وعلى نار مهيله، كيطيب غير بشويه ومن يطيب ونشوفو دخلو الطياب كندير له الثومه والمعدنوس وكنقلبو على جوج خطرات، نقلبو المره الاولى عاوتاني ملي نقلبو المره الزوجه يكون طايب، وكيجي هاد الكون كيجي واحد المذاق فيه. دابا غادي نشرملو نديرلو الملحه، نديرلو هنا في وسط الكرشو بصل، نديرلو هاد الزعفران الحر، راه محلول ومغسول مزيان. دابا غادي ندير الزيت، كل واحد يدير القياس ديالو ديال الزيت، كل واحد يدير الزيت اللي بغا. قلنا هاكم شوفوا كيفاش عقدتو، تحياتي لجميع السيدات العالم. دابا درت هذا الوقاد موسى ودرت الثومه، درت دريسات ديال الثومه، والاخر ندير الثومه هذيك الثومه والمعدنوس تايفه انا قلبتو. وديما نغطيو، انا بغيت نطيبو هكا في المقله باش تشوفوه، باش تخفف الطنجره مغاديش تقدرو تشوفوه مزيان. دابا هنا قليتو، غادي نكب واحد الكاس د الماء ونخليه على نار مهيله، غير هكذا غادي يطيب. دابا راه تقلى على جوج جهات، ودابا ندرت له الماء ونخليه يطيب حتى نشوفو طاب، راه دغيا كيطيب حتى نشوفو طاب، وندير له ديك الثومه والمعدنوس من الفوق ونقلبو، عاوتاني نخليه يطيب على الجهه الاخرى، ندير عاوتاني من الجهه الاخرى الثومه والمعدنوس، وكيجي رائع. دابا باش نرافق هاد الكون ندير البطاطا لا بيغي، غادي دابا نصاوبها، هاد الماء ديال البطاطا فاش طاب كنديرو البطاطا كنقيوها مزيان ونغسلوها مزيان، وكنديرها طيب بالماء والملح، وهذاك الماء ديالها ما كنلوحوش. اللي بغات دير الحليب تقدر دير الحليب وما ديرش هذا الماء، واللي بغات تستغنى على الحليب دير غير الماء، ملي تكون هكا تكرازيها دير كي تكرازها مزيان ديرها بالماء، تقادها بالماء. هذا اللي طابت فيه، اللي طابت فيه البطاطا، ومن بعد ندير لها الزبده، واللي بغى يدير لها زبيده العود، اللي بغى يدير لها كريم فريش، كل واحد واش يبغي على حساب الاستطاعه ديالو. لابير باش تجي زوينه بزاف كتكون تعجن هكا بالحليب وتندير لها الزبده
زبده شويه بزياده. دابا كنبقى نزيد لها من هذا الماء اللي راه فيه الملحه وطايبه فيه البطاطا. نجيب شي غرفه كنخدمها هكا بلا كيقولوا له ندير لها الزبده وزويته. انا كنبغي زيت فيها زيت العود كندير لها زيت العود، وهذه غادي نديرها في الفران تحمر. دابا انا درت الزبده، غادي نزيد شويه الحليب اذا ما كانش الحليب غير هذيك الماء ديال البطاطا يجي حتى هو زوين. كنخلطو حتى هذيك تنسجم ديك الزبده في البطاطا، نزيدو لها شويه الزيت. كنستمر هكا حتى كنخلط البطاطا مزيان، ونديرها في داك المول اللي راني دارت له الزبده، نديرها هنا وندير فوق منها شويه الزيت. كنخدموها مزيان هكا، نبزوها مزيان باش ما يبقاش دوك الحبيبات ديال البطاطا. كنديروها هنايا، هذا درت له الزبده ماشي باش ما تلصقش، باش تجي بنينه البطاطا. هادي باش غادي نرافقو هداك البن هي وخيزو صوطي بالثوم المعدنوس. دابا غادي ندير شويه الزيت باش غادي نديرها في الفران. الزيت ولا الزبده؟ انا كنفضل زويته عندي احسن، ولكن حتى بالزبده كتجي زوينه. هذه هي، دابا غادي نديرها في الفران على 180. دابا عندي خيزو باش نرافق هاد البن هي ولا بيوري. خيزوني سلقتها بالماء والملح، وغادي ندير فيها شويه ديال الثومه والمعدنوس والزيت، وكنخليها غادي نصوطيها كنخليها تشحر حتى كينقص الحجم ديالها. خصها يدخل لها الثومه والمعدنوس والبزار، وهذه خليتها للكون باش ندير له منين يطيب، راه قريب يطيب. دابا غادي ندير له شويه الزيت، الملحه راه طايب في الملحه، شويه البزار، وكنصوطي كنقابلو بالتحراك كل خطره انا نحركو، وما طايبش بزاف باش ما يتهرسلكمش. وكيجي زوين هذا خيزو، كيجي ممتاز. دابا غادي نشوفو هذا الكون راه طاب، هانتوما راه باين طايب. درك غادي نديرو له هاد التومه والمعدنوس على جوج جهات، غادي ندير له من هنا شويه، شويه البزار،
وغادي نقلبوه نديرو من الجهه الاخرى عاوتاني نفس الشيء هكذا. نقلبوه غير بلاتي باش ما يتهرسش باش يبقى لنا هكا مزيان، ونديرو عاوتاني من الجهه الاخرى. ولا المريقه هي عقدت ايوا هذا الشيء اللي نعرفو راني نوريه لكم ان شاء الله يعجبكم. دابا غادي نزيد داك شويه ديال الثوم والمعدنوس، انا قلبت القل، غادي نزيد له هاد الشويه الثوم والمعدنوس ونغطيه. وبغيتو تقطعوه طريفات حتى هو مزيان كيجي بنين ويجي زوين. قطعوا هذا القل طريفات اولا تقسموه ما ديروش كله، حتى هو ديروا نفس الشيء كيجي ممتاز. جربوه راه كيجي زوين بزاف هاد هاد الطياب هذا. دابا هاني حطيت البيوري كما راكم تشوفوا، عندي حمرتها في الفران، هاني حطيتها. ودابا غادي نزيد نزين بهذاك خيزو، خيزو صوتي غادي نزيد. دابا هاني حطيت هذا القن، غادي نصاوب له هذا الخضيره اللي درتها له لا بيوري. هذه لاصوص ديالو، درت فيها واحد شويه ديال الفرينه وصفيتها من داك، صفيتها من داك الثومه. وهذا وهذا القلنا هو طايب، وديك خيزو صوتي والبطاطا بيغي. ودابا غادي ندير التقليب ديالي، غادي كل واحد يحط كيف بغا وكي يدير داك التزيين اللي بغا.